ونسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيهم عنا خير ما جزى والديهم ولد. اللهم اغفر لأمواتهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم اغفر لهم ولآبائهم وأمهاتهم إلى المنتهى. اللهم اجزيهم عنا خير ما جزيت والد عن ولد وضاعف أجرهم في ذلك. اللهم أعلي مراتب أسألك من كان منهم حيا أن تحسن خاتمته وأن تبارك قوله وعمله. اللهم اجعلنا من البارين، اللهم اجعلنا من البارين، وأعطنا أفضل ما أعطيت بارا في بره، وافتح علينا بذلك أبواب الرحمات، وبلغنا معهم أعالي الفردوس في الجنات. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من الواصلين، واجعلنا من البارين، واجعلنا من أهل الرضا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحل بيننا وبين رضاك في والدينا بشيء، بلغنا أعالي الدرجات، واغفر لنا في الحياة وفي الممات، وأوجد لنا واسع الرحمات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اسعدهم سعادة السعداء، اللهم نعمهم نعيم الشهداء، اللهم أنزلهم منازل الأتقياء، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والد عن ولد. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والد عن ولد. اللهم اغفر لهم ما قصروا في حقنا، اللهم اغفر لهم ما قصروا في حقنا، وبدل سيئاتهم حسنات، وأجد لهم رفعة الدرجات ونعيم الجنات يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا، اللهم أعنا على برهم ورضاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم أتم المغفرة وأشملها وأعمها وأخصها، وارحمهم أتم الرحمة وأشملها وأعمها وأخصها.